من 40,000 مشاهد في ملعب المباراة يحتفلون اليوم بإنجاز كبير وتاريخي للنادي الأهلي. لا نقول تاريخي في حجم الإنجاز، بل نقول تاريخي لأنه جاء في أوقات صعبة، أوقات عصيبة، أوقات لن أحد يستطيع أن يتكهن أن فريق في ظل هذه الظروف الصعبة يستطيع التتويج على قمة الكرة الإفريقية. فعلا هذا هو النادي الأهلي، هذا هو فريق الإنجازات، هذا هو صانع الفرحة. كابتن يعني نبيل، النقاط الفنية، أنت تتحدث معنا في الكواليس وتقول لا أستطيع الحديث في النقاط الفنية، فالحديث عن الفرحة أقصر بكثير وأهم بكثير من النقاط الفنية في المباراة. بدون أدنى شك أحمد، يعني الفرحة تخلي معناها تتويج مثل هذا تتويج مهم جدا بالنسبة للأهلي المصري وبالنسبة لكرة القدم المصرية، خاصة في ظل الظروف الموجودة حاليا في مصر، سواء الظروف السياسية أو حتى الظروف الكروية، لأنه مش من السهل كما قلت يعني قبل بداية الاستوديو. وهذا معناها الفوز يرجع، الفضل يرجع للمولى سبحانه وتعالى، لكن الإدارة الكبيرة اللي عند الأهلي عنده إدارة محترفة، مش إدارة هاوية، لأنك لما تأتي بناس ما عندهم حتى خبرة في الكرة ويسيروا فرق كبار ما تقدرش معنا تمسي على نفس المنوال الأهلي. يعني رغم أنه منذ سنتين لما ترجي التونسي فاز بالتشامبيونز ليج خرج من دور المجموعات، ما غير ولا شيء في فريقه، خلى نفس الفريق يعمل، خلى نفس الستاف يعمل، خلى نفس اللاعبين اللي كانوا موجودين. العام الماضي معناها أحرز التشامبيونز ليج رغم خروج معناها مدرب الفريق، لما رغم خروج 4 لاعبين مهمين جدا يعني كانوا موجودين في الفريق، استطاع السنة رغم الظروف معناها السيئة، خليني نقول رغم عدم وجود بطولة، باش يفوز مرة أخرى. وهذه معناها هذا مصير الأندية الكبرى، هذه أنها دائما تكون موجودة وأنها دائما تلعب الأدوار الأولى في كل بطولات، لما تكون مثل ما قلت عندك إدارة حكيمة، إدارة محترفة بأتم معنى الكلمة كما هو شأن بالنسبة لفريق النادي الأهلي. شفت رغم أنا أقول أنه الأهلي مش الأهلي اللي عرفناه معناها في مع مانويل جوزي، لأنه هناك لاعبين كانوا موجودين مع مانويل جوزي موجودين حاليا مش نفس السن، مش نفس الأداء، مش نفس العطاء، لكن الروح هي نفس الروح، معناها البذل هو نفس. تمام كابتن. لا البذل. تفضل محمد يوسف في ملعب المباراة، سنأطلق لك الكلمة مجددا. إذا ننتقل مشاهدينا إلى ملعب اللقاء، ينضم إلينا أحمد نوير مراسل الجزيرة الرياضية. أحمد تفضل، أعطينا الصورة من عندك ومن معك، هل معك محمد يوسف زعيم الإنجازات؟ تفضل أحمد. هو بس يا جماعه زميلي احمد، الفرحه تعم الجميع هنا في